من سفر المزامير لتشجيعنا من مزمور 109، يا رب أشكرك لأني في محضرك نتشدد ونتشجع وترتفع جدا جدا معنوياتنا. بنشكر الرب لأن دمه بيطهرنا من كل خطية، بيزيل أي إحساس بالذنب. في مزمور 109 هقف قدام بعض الآيات. الآية الأولى آية رقم 17، أحب اللعنة فأتته ولم يصر بالبركة فتباعدت عنه. ده شخص المزمور 119 يتكلم عن هؤلاء اللي واقفين يأذوا، حبوا يلعنوا الناس، ناس بتحب تعمل أسحار للآخرين، ناس بتحسد، عايزة تأذي. ماذا يحدث لهؤلاء؟ آية 17، يعني افترض ان في ناس بيعملوا لك اعمال سحر، اوعى تفتش مين هم الناس ده، كأن الشيطان عايز ياخدك في حتة تانية كده ويشغلك بموضوع. لا تنشغل مين اللي بيعمل ضدك هذه الامور، وانما اعلن ايمانك ان الرب يحفظك ويجعل اللعنة اللي جاية بسبب العمل الشرير تكون كالعدم، تبقى صفر، ملاش أي قيمة، ملاش أي قوة. ليه؟ لأن ده اللي بيقوله الكتاب، الكتاب بيقول كده، لا عيافة ولا عرافة. عيافة يعني سحر على شعب الرب بسبب أنهم تحت الدم. لا تشغل نفسك بمن يرسل لك اللعنات، ما تشغلش نفسك إطلاقا بمين خالص نهائي. اشغل نفسك بالدم واعلن ثقتك أن دم الرب يسوع فيه كل الكفاية، عشان الأرواح الشريرة الحد بعتها عشان تأذيك في عالم الروح تراك خلف الدم، أو بلغة بقى سفر اللاويين تلاقي الدم على مداخلك، على الأذن، على الإيد، على القدم، ترتعب وتعود من حيث أتت. ليه؟ لأنها شافتك؟ لا، لأنها شافت الدم، شافت إيمانك بالدم. لا تشغل نفسك مين ضدك، مين بيكرهك، مين بيدبر لأذيتك، ما تشغلش نفسك بكده، ده تضيع للطاقة. والشيطان يبقى فرحان قوي 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 لو شغلك بمين ضدك ومين بيشتغل وبيعمل أعمال ومين بيحسدك ومين حضوره بيأذيك. لا تنشغل بهذا، ما تحققش هدف الشيطان. أحيانا الشيطان يبقى هدفه مش مباشر، يعني يعمل حاجة كده مش هدفه الحاجة دي، هدفه نتيجة الحاجة دي، إن يخليك بقى عندك مرارة من حد، يخليك عايش في خوف، يخليك، لكن مش الفعل نفسه، لأنه عدو خبيث. بدل ما تنشغل بمين ضدك ومين بيتكلم عنك كلام سيء ومين بينشر عنك أخبار سيئة، لا تنشغل بهذا. لما بطرس انشغل بالمية الهيجة فقد إيمانه، والنتيجة إن ابتدى يغرق، لأني لما تفقد الإيمان الحماية تهتز. ليه يا بطرس وانت كنت ماشي على المية كويس؟ كان ماشي على المية ناجح، يقول لك الرب قال له تعالى مرني أن آتي إليك على الماء، نزل من القارب ومشي. طب ايه، دايما افكركم بالقصه دي، ايه اللي خلاه يغرق لولا ايد الرب، لولا النعمه؟ ايه اللي خلاه يغرق؟ انه بدل ما يفكر في الرب اللي رايح له، هو كان بيحب الرب وعايز
ما يقعدش في القارب، عايز يروح للرب. الرب كان ماشي على الميه، بدل ما ينشغل بالرب بقى ويفكر ويجري على الرب، انشغل بالحاجه اللي ضده. لا تنشغل بالامور التي تعمل ضدك، ما تشغلش لا بالناس ولا، انشغل بالرب اللي بيحميك، وانشغل بالدم، انشغل بالآيات، انشغل بالوعود. ولما تنشغل بكده تبقى انت هزمت إبليس فعلا باسم الرب يسوع. انا ليه بقول كده؟ بشوف ناس كتير عايزة تعرف مين اللي بيعمل لها كده وتصدق ان يقولوا لها فلان. ما تستقبلش مثل هذه الكلمات، لاني ممكن تخلي عندك مرارة، والمرارة كما تعلمون تطفي الروح. وباسم الرب يسوع، لو جواك مرارة من شخص، أو جواك مرارة من ناس، أو جواك مرارة من مكان، من أي حاجة، باسم الرب يسوع تشفى من المرارة. مش عندك مرارة من حد، لأن الرب بيدي سلام، المرارة عكس السلام. مش عندك مرارة، وفي أحيانا إبليس ينجح أن يحط جوه واحد مرارة من الرب. ليه؟ رب صالح، رب بيجعل كل الأشياء بتعمل لخيرك، الرب بيقودك دايما من وجه الضيق إلى رحب لا حصر فيه. باسم الرب يسوع ما يبقاش عندنا مرارة، وباسم الرب يسوع نتخلص من أي مرارة. ونركز بقى على إيه؟ على أن احنا محميين بالدم. اعلن ثقتك أن كل آلة اتعملت لإيذائك لا تنجح. ده اللي تركز عليه، تركز على وعود الرب، الشرير لا يمسك. تركز على الحق ده اللي بيعلنه يوحنا في رسالته الأولى. تركز على الكلمة اللي بتقول يحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك يقول الرب. وتعلن إيمانك أن اللي بيوجه، من غير ما تعرف هو مين، اللي بيوجه اللعنة ليك، اللي بيعمل حاجات في عالم الروح لإزائك في صحتك، في شغلك، في خدمتك، إيه اللي هيحصل؟ اللعنة اللي هو بعتها سوف تعود إليه. وده اللي بتقوله آية 17، أحب اللعنة، أحب أنه يلعن، فكانت النتيجة أن اللعنة بدل ما تذهب إلى الشخص اللي بيلعنه عادت إليه. اعلن إيمانك أن اللي بيعمل لك حفرة عشان تقع فيها، زي ما بيقول الكتاب، بدون ما تعرف هو مين، هو اللي بيقع فيها. واللي بيعمل سحر لمؤمن يؤمن بدم الرب يسوع الثمين بيأذي نفسه بكل تأكيد. أحب اللعنة فأتته، ولأنه ما كانش بيحب يبارك الناس، حديث في آية 17، لم يصر بالبركة.